ممكن تقابلي واحد برضو في نفس الوقت وتاخدي منه موقف او تشوفي منه حاجة او تعرفي منه معلومة او يعني يقول لك كلمة ترن في ودنك توديكي في حتة تانية خالص وتخليكي تفكري بشكل مختلف وتغيري حاجة كتير قوي يعني. تبقى مسجات او يعني من عند ربنا يعني. بيبقى مفيد جدا لما تبقي في بني ادمين في حياتك من النوعية ديت يعني. ابويا ده انا اللي اتعلمت يعني معنى كلمة الاخلاص. الاخلاص كلمة الاخلاص دي انا اتعلمتها من ابويا ده اول واحد، لاني انا كنت بشوفه في الورشة بتاعته وهو بيشتغل في العربيات. هو كان راجل سمكري فسمكري سيارات، فكان يعني من وانا صغير معاه في الورشة، فكنت بشوفه يعني بيبذل مجهود جبار علشان يصلح رفرف ولا يستعدل كبوت ولا يعمل ما اعرفش ايه ولا ايه ولا ايه في العربية. الموضوع كان بالنسبة لي شقة ما بعده شقة يعني. وكان بيحب يعني كل تفاصيل شغله دي كانت هو يعني حتى لو معاه صبيان في الورشة، بس هو ما كان كل تفصيلة بنفسه لازم هو اللي يشرف عليها ولازم يعني، مع انه كان ممكن يستريح وعادي ويشرب وياكل وخلاص يعني، راجل قصة كبير وصبيانه معاه، لا ما هو لازم يبقى هو المشرف على كل حاجة ولازم هو اللي يطمن وي 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 كده. كانت الحتة دي جوايا جدا جدا من وانا صغير بشوفها، وخدت منه الحتة دي قوي يعني، حتة الاخلاص عموما في الشغل، التفاني في الشغل والاخلاص فيه، انك لما يعني بتخلص جدا جدا وبتدي صنعتك حقها وما بتبخلش عليها بحاجة مهما كانت مرتبتك فيها او يعني فرص راحتك فيها عاملة ازاي. بالعكس انت يعني ربنا بيديك اكتر واكتر واكتر يعني جزاء لاخلاصك وتعبك فيها واحساسك من جواك انه انت عايز انت بتعمل دوت علشان ليه يعني. امي الله يرحمهم هما الاثنين يعني كانوا اطيب ناس في العالم يعني، ما من اطيب يعني 50 بني ادم على مستوى العالم مثلا يعني لو عملوا مثلا. بس الفكره انه كمان هما يعني اتأثرت ليهم في حتة الإحساس شوية، هما كانوا سنسيتيف جدا جدا، وكانت يعني أخدت منهم حتة إنه المشاعر والحنية وإنه يبقى في جوانا خير، لازم يبقى في دايما جوانا خير. فكرة إنه إحنا ربنا أوريدي خلينا جوانا خير، فلازم ندور على الخير دوت ونطلعه. نطلعه في شغلنا، نطلعه في سلوكنا مع الناس، نطلعه في معاملاتنا مع بعض، نطلعه في كلمة حلوة بنقولها، نطلعه في التسعين يعني whatever بقى يطلع ازاي، بس لازم يبقى لازم نطلع خير يعني، احنا جوانا خير فلازم ندور عليه ونطلعه. دي اكتر الحاجات اللي كنت بحبها يعني، او من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا من امي وابويا. انا من وانا صغير يعني الموضوع انا بتفرج اصلي كتير قوي من وانا صغير، ف الموضوع دوت يعني ربى جوايا شكل كده الحته دي من جوايا. كنت بتفرج على كل حاجه زمان يعني، مالي الكرتون والافلام العربي القديمه والمسلسلات اللي كانت بتيجي من وانا صغير في التلفزيون، حتى مسلسلات الاطفال اللي كنا بنتفرج عليها ومسلسلات تانية ما كانش ينفع الطفل يشوفها يعني. مثلا يعني ليه طفل يتفرج على الشهد والدموع؟ ليه؟ يعني ما كنت بتفرج على ابناء الاعزاء شكرا، كنت بتفرج على البرادعي، كنت بتفرج على يعني حاجات كتير قوي 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 بتفرج وخلاص يعني. فالموضوع ده من جوايا نما الاحساس دوت بتاع اني الكاميرا دي والاشخاص اللي بيقفوا قدامها وبيعملوا كده ليه وبيلبسوا كده ليه وبيقولوا كده ليه ويعني بيعملوا ايه الموضوع ده. من هنا يعني من بس ده من وانا صغير يعني، من اللحظه دي او من الفتره دي او من الاحساس والتفكير ده ابتدى يتولد جوايا حته انه التعلق بقى بالتلفزيون وماذا يعرضه للتلفزيون لينا والافلام والمسلسلات والشغلانه. اكيد طبعا حبنا لشخصيات معينه بنتفرج عليها بيزود تعلقنا بهذا الموضوع، ده امر طبيعي. وساعات بيبقى هو السبب الرئيسي لانه في ناس تحب او تقرب من مهنه التمثيل علشان هي بتحب تتفرج على فلان الفلاني او فلانه الفلانيه، هي
بتحبها من صغرها وبتحب تتفرج عليها فعايز تطلع زيها او وبالتالي مع الوقت بيترجم هذه الاحاسيس جوانا بامتهاننا بقى للمهنة ديت يعني وكده. يعني ما حدش خدني من ايدي وقال لي انت لازم تمثل او انت دم خفيف او انت شكلك معرفش ايه او الحاجات اللي بتحصل. وجودي في الشغلانه كان جاي من وازع شخصي طالع مني انا حاسس بحاجه جوايا ترجمتها في عقلي من وانا صغير لهذا الموضوع. فابتديت لما ابقى في كل مكان اروح اشوف ايه بيحصل هنا المعهد معرفش دخلت فين المسرح الكليه عملت فيه ايه يعني ده اللي كان بيحركني ما حدش خدني في ايدي. ولكن الناس المنتور الاساسيين اللي هي في الشغلانه هم استاذي الله يرحمه اسمه استاذ حسين محمود ده اللي طلعني على المسرح وفهمني يعني ايه اخلاص في الشغل وفهمني يعني ايه لعبه التمثيل دي بتيجي منين وبتعمل ايه وبعايزه ايه وتروح فين وبتعمل يعني خلني العالم دوت من بابه في الجامعة طبعا الله يرحمه حد يعني عبقري يعني عبقري أستاذ معظم جيلي اللي خارجين معايا من مسارح الجامعة أو في المعاهد كلهم يعرفوه شخصيا. يعني مين فينا ما عندوش الذكريات في المدرسة اللي حببه واللي عقده يعني لا طبعا يعني أنا أفتكر من بالتدريج كده من ابتدائي كان في ميس هالة دي ميس هالة دي كانت بتدينا انجليش وكانت جميلة جدا وانا كنت بحبها قوي 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 لان هي كانت اولا مدرسة ما فيش حد ما بيحبهاش من الزملاء او من التلاميذ وفي نفس الوقت دمها خفيف ودي كانت حاجة بالنسبة لي يعني مريحة جدا 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 كنتش بعرف اتعامل او مع المدرسين الغلاظ الاتيتيود يعني فاهم فميس هالة دي كنت يعني الله يعني يا رب يعني ما اعرفش طبعا فين اراضيها دلوقتي بس يا الله يمسيها ويصبحها بكل خير يا رب وسعاده يعني وكده ويرحمها لو هي مش موجوده انا ما اعرفش عنها حاجه بقالي كتير جدا جدا هي وناس تانيين برضو كان في ميس جايلان كانت بتدينا دراسات اجتماعيه ودي كانت كده تحس انها واحده اسكتلنديه كده يعني قمر وشها ابيض كده وشعرها احمر وعينيها زرقاء وتفاصيل كده غريبه في المدرسه عندنا كنت بحبها جدا جدا لانها برضو كانت بتحبني جدا عشان كنت انا شاطر عندها برضو مس سعاد حنفي قبل سعاد بتاعه اللغه العربيه بص يا ناس كتير قوي يعني طبعا بحاول بقدر الامكان الخص لك الموضوع بس يعني لا في طبعا مستر محمد علي مستر محمد علي ده كان بيديني لغه عربيه بس في ثانوي وده برضو من احد النماذج اللي ما بنساهاش في حياتي كان راجل فاضل جدا جدا بالنسبه لي وكنت بحبه اقعد معاه استمتع معاه بطريقه شرحه بالعكس بقى يعني اكيد مش هقولهم يعني ابتدي سمعوني يعني لا من غير اسامي لا طبعا اكيد في ناس في كان حد بيديني انجليزي في ثانوية عامة كان يعني بني ادم يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحة كان كرهنا بيكرهنا في اللغة يعني اكيد في بيبقى في كده وفي كده يعني بس يعني أكيد في مواقف بتحصل لكل بني آدم في حياته بتهزه يعني وبتفوقه وبتخليه يعمل وقفة كده مع نفسه أكيد طبعا يعني حياتنا كلها فيها دراما بالهبل فيعني مثلا موت أو وفاة أمي وأبويا لما حصل استوقفني لفترة كبيرة جدا ونتائجه وأثاره وتوابعه أكيد لحد دلوقتي موجودة خروجي مثلا من يعني من الكلية بعد ما خلصت دراسة في الكلية وانتقالي بقى للسوق الحقيقي أو الحك الحقيقي للشغلانة يعني السويتشنج دوت كان محتاج يعني تغيير الجلد ده كان محتاج برضو وقفة جدا جدا وأفهم بس في إيه اللي بيحصل في ناس بتقابليهم بتاخدي منهم مسج معينة وما بتشوفيهمش تاني بصي يعني المواقف مش مستحضرين دلوقتي يعني انا في اللوكيشن بس مش مركز قوي في الحاجه بتساليني اسئله عميقه قوي دلوقتي مش وقت خالص يعني
بس ما اعرفش يعني ما لا ما في حاجات حصلت لي اكيد طبعا، بس يعني وفي حاجات حلوه اكيد طبعا، يعني في ناس قابلتهم في حياتي يعني غيروا منها جدا جدا. مراتي دي يعني من اكتر البني ادمين اللي ممكن يكون ليها تاثير عليا في حياتي الشخصيه وفي طريقه تفكيري ومعاملتي مع نفسي حتى قبل اي حد كمان. في مواقف بشوفها بتضايقني انا شخصيا، انا لو اتحطيت في المواقف دي يعني ببقى ضد التصرف اللي انا شفته ده تماما، عشان كده بتضايق لما بشوفه. ولو ليا علاقه بيه او في يعني مساحه حوار بيني وبينه بتكلم معاه طبعا فور شور. لو ماليش علاقه بيه ما اعرفش، على حسب الفعل مثلا. يعني انا مره بواحد شاب كده سايق عربيه كارو عمال نازل دغدغه في الحمار، عمال بيضرب في الحمار من لا شيء، اجي لقيت نفسي رحت واقف قدامه وكثرت عليه ووقفته. فيعني بكتر ضربه للحمار انفعلت. انا بحب الحيوانات، ما بحبش حد يعني يتعامل معاه بشكل عنيد جدا جدا كده بالمناظر اللي احنا بنشوفها دي. للاسف يعني جزيت على الراجل بصراحه، لانه يعني بلبس بالحمار نفسه من دب بعصايه خشب، فالمنظر استفزني. دي مثلا موقف انا ماليش علاقه بيه، بس يعني ما قدرتش امسك نفسي لما شفته. فمسج معينه ليها علاقه ب يعني حسن المعامله للحيوان مثلا. عموما بحب الحيوانات، عموما انا بني ادم يعني بيت لافر، بحب الحيوانات. بتضايق لما بلاقي اشوف او بنزعج جدا لما بشوف حد بيتعامل معها بشكل عنيف او قاسي او مش فاهم هو بيعمل ايه اصلا. يعني دي حاجه بتضايقني نفسيا من اللي انا بشوفه ومن اللي بيحصل على السوشيال ميديا. لانه يعني هو مش حرام ان احنا نستخدم سوشيال ميديا، بس حرام اللي بنعمله عليها دوت. ممكن نستفيد، ممكن نفيد، ممكن حتى لو بنضيع وقتنا بنضيعه في وقت مسلي او حتى بنتكلم مع ناس او وات ايفر بقى بنعمل ايه على السوشيال ميديا. بس كونك ان انت تستخدم هذه الآفة الجديده اللي ظهرت على العالم بتاعنا، ما انكرش انه ليها فوائد، وفوائد مهمه جدا جدا طبعا. بس للاسف الشديد برضو انه بعتقد انه الناس ما بتبصش قوي للحاجات الوحشه بتاعتها اللي هي بنشوفها وبنشوف بنجني اثارها. يعني بقيت ما يهمكش التعليقات بتاعت الناس، لان في ناس بتدخل لا انا في العموم ما بيهمنيش تعليقات الناس في العموم من قبل السوشيال ميديا، مش ما بيهمنيش يعني اي دونت كير، بس الفكره انه ال ال التعليق الكويس بحطه في على راسي وبحترمه جدا جدا، وبحاول اشفط منه الطاقه اللي تدفعني لقدام، يعني او استخلص منه الطاقه اللي بتدفعني لقدام او بتحمسني او بتديني طبطبه تقول لي برافو عليا او وات ايفر يعني اللي بيتقال. والكومنت الوحش بشوف اذا كان هل في موضوع انا لازم التبه لي لو انا مش مركز فيه او مش على بالي. يعني بحاول اشوف في السلبيات هل فيها فايده ليا هعرف استخلصها منها يعني وابني عليها، ولا ده اي كلام يا عبد السلام وخلاص. في ناس بتدخل تغلس بس فعلا. طبعا 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 طبعا. انا عندي في العموم الموضوع الميموريز ده مهم جدا. انا عندي سفرياتي من وانا صغير مع اهلي ومع اصحابي، يعني بحب افتكر فيها وقت ثمين قوي قوي بالنسبه لي، يعني كان مهم. وطبعا نفسي ترجع الحاجات دي، بس يعني نو واي، مستحيل نرجع بالزمن لورا. بس ساعات الواحد بيحس انه يعني هو محتاج ناس زي دي او محتاج اوقات يعيشها زي الاوقات دي. للأسف الشديد بتبقى قليلة صعوبة الحياة وسرعة رتمها يعني. بس هو ده يعني الحاجات دي بالنسبة لي النوستالجيا دي بحبها جدا، لأنه يعني ربطت جوايا حاجات كويسة. يعني العلامات اللي من النوع ده طبعا جدا، القدريات دي طبعا. بس ممكن يعني ساعات بركز فيها في ساعتها وبلقطها، وساعات بلقطها بعديها بشويه لما بتحصل بقى النتيجه بتاعتها، فاهم قصدي؟ وبتحصل لي يعني، بتحصل لكل الناس اكيد، مش كل الناس طبعا، بس يعني اكيد الموضوع ده ملقوط في حياتنا يعني. وانا بقى بحس انه يعني
في اصل فكره المسج اللي من عند ربنا دي ممكن تجيلك على اي شكل من الاشكال يعني حقيقه. بس بتمنى انه يعني حتى لو في شغلتي او بره شغلتي بتمنى اني اسيب انطباع كويس في قلوب الناس. ما يخص الشغل بتمنى انه انطباعي اللي عند الناس يبقى له علاقه بالاتقان زي ما انت قلتي وبالاستفاده النفسيه، انه يعني بتفرج على حد بسطني، بتفرج على ممثل علمني حاجه، بتفرج على يعني الحته دي. والانطباع طبعا اللي في العموم انه الناس تحب بعض اكتر من كده شويه، ونحترم بس بعض شويه، ونخاف على مشاعر بعض، ونراعي سلوكنا مع بعض، علشان هو ده اللي طلبه مننا ربنا مش اكتر ولا اقل. ولكن للاسف الشديد مش كتير بنشوفه يعني دلوقتي. ف بس